النادي الاهلي خلال الايام القادمه اكيد بيستعد لمباراه مهمه جدا في دوري ابطال افريقيا، والمباراه اللي جايه بالتاكيد لا تقل اهميه عن المباريات القادمه لانها بدايه الانطلاقه في دوري ابطال افريقيا. مباراه الاهلي واتحاد المنستير التونسي احد اعرق الانديه في تونس، فبالتاكيد فيها استعدادات، فيها اخبار، فيها كواليس. من بدري كده بنسخن معاكم ونروح تونس مع الكابتن انيس المنستيري رئيس فرع الكوره في نادي اتحاد المنستير، وبالتاكيد هو زي مدير الكره كده بالظبط عندنا في مصر. كابتن انيس يعيشك، مساء الخير عليك. مساء الخير، مرحبا بيك ومرحبا بالمشاهدين بتاعك وبتاع المنصه. سلام على الاخوه المصريين الكل. اهلا بيك وسعداء بوجودك معانا. وعايز اقول لك مشروع وتجربه اتحاد المنستير في تونس عامله شغل كبير جدا خلال تحديدا اخر 4 سنوات. تاني مشاركة قارية، فزتوا بالكاس على حساب الترجي، السوبر على حساب الترجي، وصيف الدوري على بعد نقط قليلة أو نقطة واحدة مع الترجي التونسي، فبالتالي الكل عامل يعني استعدادات كبيرة جدا لهذا الفريق في دوري أبطال إفريقيا. كيف ترى هذا المشروع لبطل تونس، وكيف ترى مواجهته مع الأهلي صاحب الألقاب الكبيرة في دوري أبطال إفريقيا؟ والله كل مشروع عنده طموحات، كل الطموحات معناها مشروع يقع دائما ديما مقابله معناها بين شقيقين، بين تونس او المسار، يدخل كما العاده معناها كما جرت العاده بين المقابلات بين تونس ومصر فيها تشويق. احنا نحترموا فريق الاهلي والخبره نتاعو القاريه، وعندنا طموح وكما قلت مشروع زاد ندافعوا عليه، وان شاء الله معناها الميدان هو يكون الفيصل معناها بيناتنا، وان شاء الله نفوز للاجل. علمت ان فريق اتحاد المنستيري التونسي يمكن عامل توأمه مع سان بيدرو الايفواري بخصوص التعاقد مع اللاعبين الاجانب، هل في تدعيمات تمت من خلال هذه التوأمه؟ عندكم صفقات او لاعبين اجانب هيكونوا موجودين في لقاء الاهلي في دوري ابطال افريقيا؟ والله في لاعب من نادي سان بيدرو هيكون متواجد ان شاء الله في المباراه. طيب بخصوص المباراه، هل هتتلعب في توقيت الساعه 3 العصر ولا في اتجاه انها تتلعب مساء تحت الاضواء الكاشفه؟ والله احنا ان شاء الله في المده هذه قاعدين ان شاء الله نحدد مع الاخوه معناها في الاهلي التوقيت بتاع الماتش اللي باش يكون معناها في الذهاب والماتش باش يكون في الاياب، نحبوا نحددوا معناها المواعيد من توا على بكري كما نقولوا احنا باش نعمل تعرف الحجوزات والواجب وكل، وان شاء الله نشوفوا التوقيت من بعد كله مع بعض. يعني انا تابعت الفتره الاخيره مباريات الدوري التونسي يمكن كلها بتتلعب بالنهار، هل المباراه هتبقى برضه بنفس التوقيت ولا انتوا بتفكروا عايزين تاخدوا موافقه انك تلعبوا بالليل في المساء؟ والله هو كل شيء وارد معناها، كل شيء وارد. احنا ان شاء الله مع الاخوه معناها في الاهلي باش نحدد معناها التوقيت وكل في النهارين هذوما ان شاء الله نحدد التوقيت، ما فماش توا تحديد معناها. التنسيق مع النادي الاهلي بخصوص الميعاد، يعني تقصد لو الماتش اتلعب بالنهار يبقى مباراه العوده بنفس التوقيت ولا تقصد التنسيق من ناحيه ايه؟ والله كيما نعاود نقول لك احنا مازلنا في اتصالات ان شاء الله مع النادي الاهلي باش نحددوا الذهاب والاياب، معناها الحقيقه مع الناس توا معلومه بالضبط، نحبوا نشوفوا مع بعضنا احنا الناديين يشوفوا توقيت المباراه الذهاب ومباراه الاياب ان شاء الله. اكيد الحضور الجماهيري، هنشهد حضور جماهيري كبير في المانستير على ملعب مصطفى بن جنات؟ ان شاء الله طبعا، فريق الاهلي فريق معناها معروف في القاره الافريقيه، دونك ان شاء الله باش يكون حافز الذهاب باش يجي جمهور اكثر ممكن من المعتاد. يعني أكيد أبرز اللاعبين اللي في فريق الاتحاد المنستير وكمان أبرز اللاعبين في الأهلي من خلال رؤيتك ومتابعتك، وأنا عارف إنك حضرتك مخضرم وليك باع طويل ومتابع بشكل جيد لكمان للنادي الأهلي وللكرة المصرية والتونسية. والله تعرف احنا أنا ديما ما عنديش فكرة اللاعب معناها الكويس ولا اللاعب الأفضل، ديما نمشي بفكرة المجموعة، ديما المجموعة تكون أقوى من الفرديات، الفرديات حاجين مهمين بطاط. اللاعب معناها عنده فرديات ينجم يجيب لك ماتش، لكن ديما روح المجموعه تقعد اقوى من اي لاعب معناه. اكيد. حارس المرمى بشير بن سعيد حارس مرمى منتخب تونس وهو حارس مرمى اتحاد المنستير، اكيد بيدي دفعه قويه وثقه للسكواد وقائمه فريق الاتحاد المنستير اكيد يا كابتن انيس. طبعا اذا كان حارس يبدا معناه قاعد يقدم في مباريات ممتازه ولاعب معناه المنتخب ديما دافع، ديما حاجه تفيد الفريق. أكيد أكيد كابتن أنيس المنستيري، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، وإن شاء الله بإذن الله نشوف مباراة موفقة بين فريقين كبيرين الأهلي واتحاد المنستير، وهي مباراة جماهيرية بالتأكيد بتحظى بمتابعة كبيرة جدا.